اليوم ان شاء الله بالفتنوش ان شاء الله اليوم بالفتنوش العفو. بين العفو والعافية، انطلق محافظ بنك الجزائر محمد القصاصي في رده على أسئلة القلة الحاضرة من نواب المجلس الشعبي الوطني حول السياسة النقدية والاقتصادية للجزائر. محمد القصاصي في هذه الجلسة رد على أهم مطلب متعلق بفتح مكاتب الصرف، حيث سيصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة ترفع من هامش ربح هذه المكاتب وتعيد تفعيلها. فإن بنك الجزائر بصدد الإصدار يعني تعليمة من شأنها تعليمة جديدة طبقا للنظام الجديد، من شأنها على وجه الخصوص رفع هامش الربح الذي يمكن أن يتطبق أن تطابقه مكاتب الصرف على عملها. الجدل الدائر حول رفع منحة السفر والتعليم والعلاج فصل فيه محافظ بنك الجزائر قائلا إن البنك سيعيد رفع مستوياتها لكن بمراعاة الوضع المالي الحالي. بالنظر إلى المستوى المنخفض لهذه سقوف يعمل بنك الجزائر على ترخيص إجراءات من شأنها أن ترفع نسبيا هذا المستوى مع مراعاة الوضع الحالي لميزان المدفوعات خارج الجزائر وأفقه المدى المتوسط. أمام اقتصاد معتمد بشكل حصري على عائدات النفط، سيكون من الصعب على البنك المركزي تطبيق إجراءات استثنائية لرفع منحة السفر وحتى تسهيل إنشاء مكاتب للصرف بشكل سريع حسب المتتبعين لشأن المالية. وفي ظل الغموض الذي يميز اقتصاد البلاد، يخشى الخبراء أن تعمر وتتسيد السوق الموازية للعملة في الجزائر سنين طويلة أخرى.